وللمزيد حول تفاقم الأوضاع في التعميم وأسبابها وتداعياتها ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. أستاذ معاذ، بداية مرحبا بك. ما الذي فجر الوضع القائم في مدينة كركوك وصولا إلى هذه الفوضى الأمنية التي جرت يوم أمس؟ بسم الله والحمد لله، حياكم الله ومرحبا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. سيدي، إذا أردنا أن نختصر الموضوع بجملة بسيطة، يمكن القول أن الصراع على انتخابات مجالس المحافظات وما له صلة بتحقيق المكاسب والمصالح في إطار منظومة المحافظة في منطقة ذات أزمة متعددة الأقطاب هو السبب الأول فيما شهدته كركوك مؤخرا، ولكن هذا لا يعني أن ذلك هو السبب الوحيد، بل قد تكون يعني هذه المشكلة هي السبب الأبرز من بين مجموعة أسباب مستمرة، لكن بعضها يقدم أحيانا ويؤخر بعضها الآخر بحسب مقتضى المصلحة وبحسب مجريات المرحلة. أما إذا أردنا التفصيل على وجه الدقة، فالحقيقة المشكلة العراقية أنها شائكة جدا، بل بلغت حدا من التعقيد تضطر من يتحدث عنها إلى العودة إلى بعض البدهيات من أجل أن تتضح الصورة أكثر. صناع النظام السياسي والمتحكمين في إدارة المشهد العراقي دائما ما يريدون أن يفرضوا على المواطن العراقي أو على من يرصد المشهد، يفرضون تصورات تجعله يتعاطى مع الأحداث على أنها واقع حال أو أنها نتاج أداء سياسي طبيعي، لا على أنها نتيجة فاشلة لمنطلق معوج أو مسار منحرف. لهذا نحن دائما بحاجة إلى إعادة توصيف البدايات والتفكير بها، لأن أصل وأساس المشكلة العراقية يكمن فيها. طبعا هذا من الأمور المؤسفة حينما نحلل أو ننظر إلى المشهد العراقي بسبب ما يجري فيه من تغطية وتعمية على كثير من الحقائق قد لا يدركها من ينظر إلى الساحة العراقية من الخارج. طيب، إذا سألت مثلا من تورطوا في إقرار النظام السياسي الحالي في العراق، تجدهم يعني يتحملون مسؤولية التبعات التي نشهدها في الواقع الحالي أو تلك التي من المتوقع أن تداهمنا في المستقبلين القريب والبعيد. اسمح لي أخي الكريم أن نعود قليلا إلى بداية المشهد. من حين تشكيل حكومة الاحتلال التاسعة وحتى مشكلة كركوك التي حصلت بالأمس، هذه الحكومة شكلت بناء على اتفاقات وتفاهمات مرحلية ذات صلاحيات محدودة، وممكن يعني لعل سائل يسأل ما الجديد في هذا النوع من التفاهمات، لا سيما وأن جميع حكومات الاحتلال المتعاقبة مرت به أو شكلت على وفق هذه الأمور. الجواب ببساطة على ذلك أن حكومة السوداني فاقدة تماما للشرعية، وفقدانها الشرعية هذا يأتي من وجهين، أحدهما هو فقدان شرعية النظام السياسي في الأصل كونه نتاج مشروع أسسه الاحتلال، والعمق طبعا في هذا الموضوع يتطلب وقتا وتفصيلات لا يسمح المقام بذكرها الآن. أما الوجه الآخر من نزع الشرعية عن حكومة السوداني بغض النظر عن موقفنا منه هو الانتخابات يعني التي قاطعها معظم العراقيين بنسبة غير مسبوقة، تجاوزت يعني 8% كما هو معروف لكم. فوق ذلك الكتل الخاسرة في هذه الانتخابات هي التي مررت تشكيل الحكومة رغما عن إرادة العراقيين، وهي التي شكلت الحكومة، بينما من وصفوا بأنهم فائزون ركلوا بعيدا. كل هذه المعطيات تعطي أن الحكومة فاقدة للشرعية. إذن كيف تأسست؟ تأسست الحكومة بناء على تفاهمات، بناء على معطيات وصفقات من مصالح متبادلة بين الأحزاب التي هي بقيت في العملية السياسية. من ضمن هذه التفاهمات ومن بعض الأحزاب الكردية نفوذا أو موقعا سياسيا وعسكريا وأمنيا في كركوك، مقابل أن تسمح هذه الأحزاب للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة. كما نعرف دائما أن قوى الإطار التنسيقي لا تراعي أحدا ولا ذمة مع شركائها، استغلت في الوقت الحالي حالة التنافس الانتخابي في المسرح السياسي، ثم أخذت تحاول أن تفتح ميادين أخرى لخلافاتها مع أحزاب كردستان العراق التي هي خلافات متأججة أصلا ومتفاقمة، سواء على المستوى المالي أو ما يتعلق بملف النفط. هذه المرة كان المصيب على كركوك لتشهد فصلا جديدا من هذا الصراع. طيب أستاذ معاذ، يعني كركوك كما هو معلوم غنية بالنفط، أين موقعها من هذه الصراعات أو هذا التلاعب التي أو الذي تقوم به قوى السلطة منذ 20 عاما، يعني منذ عام 2003 وإلى الآن تشكل كركوك قنبلة موقوتة بحسب ما يصف مراقبون؟ إلى أي مدى ترى أن هذه القنبلة
هي تم توظيفها فعلا من قبل قوى السلطة؟ نعم، كركوك المدينة بأهلها وعشائرها ومكوناتها طبعا لا يختلف عراقيا على أنها النموذج المثالي للتعايش السلمي. المشكلة ليست في كركوك بنفسها، بل في من يوظف حالتها الخاصة لأهداف سياسية وفق أجندات واعتبارات مصلحية. دائما ما يقول العراقيون أن كركوك تعد عراقا مصغرا بالنظر لما تتضمنه من تنوع ولما تشتمل عليه من نمط للتعايش، وتعكس حالة مثالية جدا تحت خيمة الوطن الواحد، تعكس حالة الائتلاف المختلف واتفاق المفترق. كل هذا يجعل منها مدينة نموذجية في التعايش. نقول إذا كانت الوسيلة التي استخدمها الاحتلال الأمريكي ليثبت أركان مشروعه في العراق هي ذاتها الوسيلة التي تروم أدوات هذا الاحتلال استخدامها في كركوك لتمرر مشاريعها وتحقق أهدافها فيها. علاوة على ذلك، ما تمثله كركوك من أهمية اقتصادية لكونها منطقة نفطية غنية جدا بالموارد، ولكونها أيضا ذات موقع استراتيجي يثير شهية أصحاب المشاريع والأجندات الخارجية، ولا سيما إيران ومشروعها المشهور في الطريق الرابط بين طهران وبيروت وما إلى ذلك. كل هذه العوامل تستغل لتجعل من كركوك وواقعها ومستقبلها ورقة تنافسية تتقاتل في ظلها أحزاب السلطة. العملية السياسية في أصولها ومحدداتها تغذي هذا النوع من الصراعات. فالدستور مثلا وما يشتمل عليه من مواد فضاضة لا يمكن فهمها على أن هذا في اتجاه معين، دائما تستغل لتكون مادة دسمة في مواسم التنافسات الانتخابية وغيرها، بحيث لا يخرج العراقيون بنتيجة منطقية أو معقولة حينما يتم الاحتكام إلى الدستور. في كل أزمة تنشب بين أحزاب السلطة تجد هذا النوع من المشكلات على الأرض والعراقيون والمواطنين هم يدفعون ثمنها. طيب أستاذ معاذ، ذكرت بأن كركوك كانت عبر التاريخ، يعني تاريخ العراق سواء الحديث منه، أنموذجا للتعايش، وتسمى أيضا ويعني توصف بأنها عراق مصغر. بعد احتلال العراق عام 2003، قوى السلطة وضعت مادة في دستور الاحتلال الأمريكي برقم 140. هذه المادة لمعالجة المناطق التي وصفها الدستور بالمتنازع عليها ومنها كركوك. يا ترى هذه المادة 140 كيف تم توظيفها طوال هذه السنوات 20 عاما؟ هل آتت أكلها؟ هل حققت أهدافها هذه المادة؟ بطبيعة الحال هذه المادة وضعت أساسا بهدف إبقاء حالة الحسام قائمة، ولم توضع أصلا لمعالجة مشكلة. كما قلت قبل قليل، الدستور لم يوضع في العراق ليكون حلا بقدر ما أريد له أن يكون مولدا للمشكلات ومفاقما للخلافات. أضف إلى ذلك أن منهجية الاحتكام إلى الدستور ومن بينه هذه المادة، المنهجية التي تتبعها القوى السياسية تقوم على حالة مزاجية، لا تتم العودة إلى الدستور إلا إذا كان ثمت مصلحة كبرى تتحقق للقوى السياسية المستحوذة على المشهد. يعني لعلنا نعود قليلا إلى أصل الحديث فيما قدمناه قبل قليل، حينما قلنا أن حكومة الاحتلال التاسعة شكلت بناء على توافقات وتفاهمات ومقايضات كلها أجريت خارج نطاق الدستور وبشكل واضح ومناقض. لذلك الدستور بكليته هو مجرد ألعوبة توظفها القوى السياسية وقتما تريد، فلا عبرة للمادة 140 فيه التي وضعت أساسا بتوافقات سياسية وبمراعاة المصلحة السياسية لا وطنية، هدفها في المقام الأول ضمان بقاء العملية السياسية قائمة، لأنها كما نقول دائما ولا نمل من تكراره، لأنه حقيقة العملية السياسية لا تقوى على الاستمرار إلا بالفوضى وحالة اللانظام. وهذه الفوضى وحالة اللانظام متواجدة وموجودة إلى الآن. أستاذ معاذ، يعني كركوك مشكلة البعض يصفها من داخل الحكومة أنها مشكلة داخلية تفجرت على خلفية تسليم مقر أمني لأحد الأحزاب الكردية، ولكن الكثير من المراقبين والكثير من المحللين يرون أن قضية كركوك هي قضية أكبر بكثير، قضية أبعد من ذلك بكثير، فيها أبعاد خارجية وإقليمية. يا ترى ما مدى هذه الأبعاد؟ إذا أردنا أن نبوب الموضوع من باب المصطلحات، هي مشكلة مظهرية وليست داخلية في الحقيقة. لا توجد في المشهد العراقي مشاكل داخلية مخصوصة، لأن ما يجري في بغداد أو في أي محافظة أخرى ومنها كركوك هو انعكاس لجانب من الحالة العامة في المشهد السياسي وما يلحقه من تداعيات على المشهد الأمني.
بطبيعة الحال دائما ما تلجأ أحزاب السلطة إلى التغطية على جوهر المشكلة من خلال تسليط الأضواء على مشهد جانبي أو صرف الأنظار عن مشكلة كبرى يراد بمجرياتها وتداعياتها أن تكون بعيدة عن ملاحظة الرأي العام العراقي. الحديث مثلا عن إعادة تدوير المكاسب السياسية في انتخابات مجالس المحافظات يحتاج إلى أرضية من الخلافات العميقة التي يعني تعطي انطباعا عن وجود مشكلة يجلس الفقراء عفوا يجلس الفرقاء السياسيون لحلها، وقد تنتهي ظاهريا ويتم السكوت عنها، بينما تشهد الكواليس تدبيرات أخرى وتفاهمات جديدة وتبادل للمصالح بين هذا الطرف وذاك. أضف إلى ذلك على سبيل المثال محاولات التغطية على جريمة حكومة الاحتلال التاسعة بمشروع الربط السككي بين العراق وإيران، الذي من خلاله تستطيع إيران أن تشق طريقا آخر يربطها بالبحر المتوسط عبر العراق ثم سوريا. أقول جريمة لأنها إمعان في من جانب حكومة بغداد في جعل مصالح إيران مستعلية على المصلحة العراقية. هذا المشروع لأنه يواجه مناهضة شعبية ونخبوية عراقية واسعة وكبيرة، مع ابتذال حكومة السوداني وروضوخها لإيران، مع قرب الصراع الانتخابي على مجالس المحافظات. كل هذه الأمور لا يجد الإطار التنسيقي في ظلها وقتا للتعتيم على هذه الفضيحة إلا بصرف الأنظار عن بؤرة يعني عن حقيقة المشكلة إلى بؤرة خلاف أخرى على الساحة العراقية، وهذا واحد من المبررات التي تفسر ما حصل في كركوك مؤخرا. هل تعتقد أن الأمر ممكن أن يتكرر أو يحدث في مدن أخرى؟ يعني ما جرى من تناحر بين قوى السلطة والقوى الأمنية على سبيل المثال في كركوك، هل يمكن أن يمتد إلى مدن أخرى في العراق أستاذ معاذ؟ تتوقع ذلك؟ نحن دائما نقول عن حالة المشهد السياسي في العراق أن القائمين عليه شركاء متشاكسون تجمعهم وتفرقهم المصلحة نفسها. اليوم كانت الظروف مهيئة في كركوك لتكون الأزمة فيها، قبل ذلك كانت الأحداث في سنجار، ومن قبلها في البصرة وديالة وغيرها الكثير. إذا هي سلسلة من الأحداث يتم انتخاب الزمان والمكان للتعاطي معها بناء على ما تقتضيه مرحلة الخلاف ونوع الخلاف والمخرجات التي تتوق القوى السياسية أن تظفر بها من هذا الخلاف. لكن كركوك تعد حالة مثالية لصناعة الفوضى بحكم ما فيها من التنوع العرقي في المقام الأول، والتنوع الديني ثانيا، ثم الطائفي الذي ألصق بها على نحو مستجد، خاصة بعدما مهدت الأحداث لأن تستولي ميليشيات الحشد الشعبي وأحزاب الإطار التنسيقي على مفاصل مهمة في المحافظة وما حولها من مناطق الخلاف التي يسمونها المناطق المتنازع عليها. ثم يعني إذا نظرنا إلى هذا الإطار بشكل عام وأسقطناه على حالة الأزمة المستدامة بين بغداد وأربيل، كل هذه الأمور تمهد لمشكلات مستدامة مثل ما حصل في كركوك في مدن أخرى ومحافظات أخرى. هي كما قلت سلسلة أحزاب العملية السياسية تنتخب منها الحلقة الملائمة لتؤدج فيها نيران الخلافات متى احتاجت إلى ذلك. أخيرا أستاذ معاذ، يعني هناك من يقول إن تفجير الوضع أمنيا في كركوك له علاقة بالاتفاق الأمني بين السودان وإيران بطرد المعارضة الإيرانية من العراق، إلى أي مدى ترى أن هناك ربط؟ طبعا هو هذا الربط غير مستبعد ابدا. اذا نظرنا الى طبيعه هذا الاتفاق، في حقيقته ايران ليست بحاجه الى اخذ اذن من بغداد لتعزز وجودها واحتلالها في العراق، لانها يعني هي الشق الثاني من الاحتلال المزدوج في البلاد. ولكن بما ان المشكله القائمه بين بغداد واربيل لا تصل اطرافها الى حل، بل لا تريد اصلا ان تصل الى حل، فان الورقه الايرانيه تسجل حضورها بقوه بذريعه وجود احزاب معارضه لايران في كردستان العراق، وهذا ما تحسبه حكومه بغداد يرجح كفتها على حساب نظيرتها اربيل. اذا اخذنا بنظر الاعتبار البعد الاقليمي في المشهد، فان ايران حريصه على ان تكون متسلطه بشكل اكبر على كردستان، لا سيما وان تركيا هناك تعد مثلا الرقم الاكثر قوه وحضورا في 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 كردستان. في ضوء هذا نجد ان ازمه كركوك تمهد كثيرا لاستيراد السطوة الإيرانية على المنطقة، ويمثل حرص إيران على أن تكون متسلطة بشكل أكبر على كردستان. إذا نظرنا أيضا إلى مجريات الأحداث الميدانية، أن ميليشيات العصائب والإطار التنسيقي زجت نفسها لتكون في معادلة القوى المتصارعة في كركوك على حساب قوات الأمن الحكومية في خلافها المستدام مع البشمركة هناك. شكرا جزيلا مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، كنت معي عبر الهاتف من عمان.